ومن الأحاديث المذكورة في الفتن في صحيح البخاري يوشك الفرات أي نهر الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، وفي رواية جبل، والتعبير بالجبل لكثرة هذا الكنز. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لما لا يأخذ منه شيئا؟ لما يؤول التنازع إليه من القتل والفتن. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: تقيء الأرض، الأرض تقيء، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه لا يأخذون منه شيئا. ولذا في صحيح مسلم: يقتل من كل 100 على هذا الكنز الذي يظهره نهر الفرات، يقتل من كل 100 99، فيقول كل رجل: لعلي أنجو به أنا.